تعالجوها كيف؟ ولا انتم بتصلوا كيف يعني؟ او وصيه لكل الشعراء ممكن يصلوا كيف لو في طريقه يعني؟ انا شخصيا طبعت كتاب، طبعت ديوان باسم همسات في وزن الليل. سنه كم؟ سنه 94. 94 ثاني ما طبعت، عندي الان اكثر من 4 دواوين او 5 دواوين. كانت تجربه بالنسبه لي اقيم بعد كده هل اطبع ولا لا. فما صراحه ما وجدت الحافز او الدافع اللي يخليني. الاسباب شنو غير الحافز والدافع لعدم النشر وانت عندك دواوين يعني بتقول؟ عدم النشر انا اقول لك، اولا اذا كان انا يا اخي لي، انا الان طبعت وانا هنا، طبعت في بيروت وجبته هنا، فالنشر التوزيع هنا كان صعب جدا. ما قدرت تسوق للكتاب. ايوه، وحتى يعني لكن لو كان احتمال، لو كنت انا طبعت ونشرته في السودان كان يمكن كان يلقى رواج اكثر ومشاركه في معارض الكتاب. نعم، كان يكون داخل 94 كان الكتاب متداول بشكل كبير. نعم، جدا. نعم، قبل التكنولوجيا. ايوه، ارسلت لمجموعه كده لشركه شازروان ولا حاجه بالشكل ده. شازروان، ايوه. تاني ما تواصلوا معايا ومشيت في اجازه، لقيت المكتب نفسه ما موجود، لقيت الديوان بتاعي مفروض جنب الجامع الكبير. مين اللي جامع ومين اللي جاي وما اعرف خلص في الواطه. طب ليه ما تشتغل هنا في السعوديه على كتبك وعلى دواوينك بحيث انك تطبع، وخاصه المملكه العربيه السعوديه هي الان بتملك اماكن طباعه عاليه جدا، كثير من الاخوه السودانيين حتى موجودين فيها للمساعده، ولانهم يقدموا العون وكانوا موجودين معانا هنا. يا ريت لو انت باشرت كثير يعني موجود، حتى الاخوه السعوديين يعني ممكن يساعدوا في، ممكن يساعدوك في طباعه الكتاب من جديد. ما هو نخلي الاجابه بعد الفاصل. رايك شنو بعد الفاصل؟